بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد ياسين، مدرس تخدير ورعاية مركزة في القصر العيني. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الكيس بتاعت السيركمسيجن في الكلينيكال فايفا. والكيس هنا كانت بتتكلم على طفل عنده سنتين هيعمل سيركمسيجن، وكان الكونسيرن بتاع المذر في البوست اوبيتال بين، وبالتالي كانت الكيس كلها هتتكلم على هاو تو anesthetize و how to assess the post-operative pain and how to manage. واحنا داخلين على الكيس دي لازم في الاول نتكلم على الاناتوميكال considerations. First, النيرف سبلاي بتاع البينس بيجي من البيودندر نيرف، ومهم جدا ان احنا نعرف ان الروت بتاع البيودندر نيرف هو S2 و3 و4، والبيودندر نيرف ده بيديني اللي هو ده زي ما انتم شايفين هنا واحد من البرانشز بتاعته اللي هي الدورزال نيرف، تمام. وطبعا دورزال نيرف على كل ناحيه، يبقى انا عندي رايت وليفت بيودندل بيديني رايت وليفت دورزال نيرف، ودورزال لانه ماشي على الدورزال اسبيكت اللي هو الابر سيرفيس بتاع البينس، وهو المسؤول عن السنسوري سبلاي بتاع الديستال 2/3، وده المهم بالنسبه لي في السيركمسيجن. اما بالنسبه للبيز فالنيرف سبلاي بتاعه بيبقى ممكن يجي من الاليونجواينال والجينيتو فيمورال نيرفز. طيب النقطة الثانية، أنا عندي بالنسبة لي الدورزال نيرف مهم جدا أن أنا أعرف مكانه فين بالظبط، علشان هنعرف في من ضمن الحاجات أن احنا هنعمل حاجة اسمها بينايل بلوك، تمام. الدورزال نيرف ده بيمشي تحت الباكس فاشيا بتاعة شايفين اللي هي الخط الوردي ده، تمام، دي اسمها باكس فاشيا. الدورزال نيرف بيمشي ديب للباكس فاشيا لاترال تو الدورزال ارتريز يمين وشمال، والدورزال فينز يمين وشمال، تمام يا جماعة. ده بالنسبة للقصة دي. يبقى نمرة واحد الدورزال نيرف بيرن لاترال تو الدورزال ارتري اند فين، وبيمشي ديب للباكس فاشيا. هنا طبعا هنا بيحاول يعمل بلوك للدورزال نيرف، وهنعرف ازاي. طيب الانستيزيا فور سيركمسيجن عندي تو اوبشنز. ايه التو اوبشنز؟ نمرة واحد لازم يبقى جنرال انستيزيا، لان ده طفل ما ينفعش ياخد ريجونال بس، دي نمرة واحد. النقطة التانية بالنسبة لي الريجونال اوبشن عندي يا اما البينايل بلوك يا اما الكودل البلوك، تمام. طيب البينايل بلوك ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ان انت بتحس السيمفيسس بيوبس وبتدخل الابرة يمين وشمال للسيمفيسس بيوبس وبتبنتريت الباكس فاشيا، وتحقن تقريبا من 1 ل 2 ملي اوف لوكال انستاتيك يمين وشمال، لانه احيانا بيبقى في سبتم فاصل التو كومبارتمنتس عن بعضهم، وبالتالي ممكن يبنج ناحيه والناحيه الثانيه لا، تمام. طيب الكودال انستيزيا طبعا احنا عارفين زي ما قلنا انه النيرف سبلاي اس 2 و3 و4، وبالتالي انا محتاج اكوردنج لحاجه اسمها رول اوف ارميتاج. الرول اوف ارميتاج دي اللي هي بتحسب قد ايه لوكال انستاتيك انت محتاجه علشان تقفل السيجمنتس. فانت على سبيل المثال في اللامبوسيكرال محتاج تحقن من نص الى واحد مليليترز من اللوكال انستاتيك، اللي هو غالبا بيبقى تركيز 0.25% من البوبي فاكين، تمام. طبعا التكنيك بتاع الكودل العيان اما ان هو بينام لاترال او بينام برون، لكن في اللاترال بوزيشن بيبقى عامل فليكشن للهيب جوينت، وبحس اللي هي الكورن بيسموها السيكرال كورن عند السيكرال هياتس، وبحس كده وبشوف اللي هي البوستيرو سوبيرو اليك سباينز على الناحيتين. المفروض ان ده بيعمل لي اللي هو المثلث متساوي الاضلاع. ما بين الشفتين دول انا بدخل الابره في الاول، الزاويه بتاعتي بتبقى تقريبا 45 درجه، بعد كده ببقى تانجنشنال للسكن واعمل مجرد ان انا احس البوب بتاع البنتريشن بتاع السيكروكوكسجيال ميمبرين، بعمل اسبريشن وببدا احقن اللوكال انستاتيك، تمام. طبعا في مزايا وفي عيوب لكل واحد من دول. البينايل بلوك يمكن مش ريلايبل زي الكودل، يعني السكسس ريت بتاعه ممكن يبقى اقل شويه من الكودل، خصوصا في الاولدر تشيلدرن، تمام. النقطه الثانيه المهمه جدا انه الفيسلز الدورزال فيسلز دي اند ارتريز،
وكتير جدا انه فيري كومن انه اللوكال انستيتك بيتضاف عليه فازو كونستريكتور. احيانا في بعض الجراحين بيحط الادرينالين على ازازه اللوكال انستيتك، فممكن بمنتهى البساطه انت بتسحب او الجراح بيسحب من ازازه مفتوحه يبقى فيها ادرينالين، يعمل ايه؟ يعمل جانجرين في البينس، ودي فيري فيري دينجرس كومبليكيشن. تمام، فواحدة من الخطورة بتاعة البينايل بلوك ان انت انه لو في اي فازو كونستريكتور مع اللوكال اناستاتيك ممكن يعمل لي مشكلة كبيرة جدا. تمام، يبقى النقطة الأولانية ان هو مش ريلايبل، النقطة الثانية انه ممكن مع الفازو كونستريكتور يعمل لي قصة الجانجرين دي، وأخيرا طبعا طبعا هو الميزة بتاعته ان هو easy to do. تمام، والانالجيزي بتاعته بتقعد فترة طويلة من 12 ل 24 ساعة، فلطيف وسهل ان هو بيتعمل وكده. بالنسبة للكود الانستيزيا طبعا هو reliable اكتر، ده طبعا type of epidural لان انت بتحقن اللوكال anesthetic في الابيديورال سبيس. تمام، بيبقى مور ريلايبل، لكن الكود الانستيزي وطبعا بيطول شويه، وممكن تحط اي اديتيف مع اللوكال انستيتك عشان يطول الاكشن بتاعه، لكن في مشاكل في الكود البلوك. يمكن اهمها هي الموتور ويكنس، ودي نقطه مهمه جدا خصوصا في الاطفال في العمر اللي هو بتاع من 2 لـ3، هو بيبدا بيتحرك وبيجري وكده، وده بيعمل يعني قلق كبير جدا للاب والام. فالموتور ويكنس ده خطر جدا، وممكن يخلي بدل ما السيركمسيجن دي حاجه اوت بيشنت كده في السريع، ان العيان يبقى ادمتد في الهوسبيتال فور فير ان يكون اي كومبليكيشن حصلت. النقطه الثانيه انه يكون الانجكشن ده سب اراكنويد، ودي خطر في حاله ان هو ممكن يعمل هاي بلوك، وان كان الهاي بلوك في الاطفال الانسيدنس بتاعه ان هو يعمل هايبوتنشن وبراديكارديا والكلام ده كله بيبقى اقل، نتيجه انه السمباثيتك نيرفس سيستم بتاعهم لسه ما بيبقاش ويل فانكشننج، فبالتالي السمباثيكتومي مش هيبقى ليه هازاردس افكتس زي الكبار. النقطه الاخيره انه احيانا ريبورتد انه حصل انجري للكونس ميدلاريس او انه حصل انجري للريكتم او الكلام ده، بس طبعا ده يعني ايه في الاكستريم كيسز. وطبعا الخطوره يمكن برضو الكبيره جدا اللي لازم ان هنا تتاكد ان انت تعمل اسبيريشن قبل الانجكشن، ان انت تحقن في الابيديورال فينز وممكن يعمل لي لوكال انستاتيك توكسيسيتي. طيب بالنسبه لي البوست اوبراتيف انالجيزيا، الاوبشنز بالنسبه لي هي ريجنال بلوكس اللي هي البينايل والكودال اللي ليها افكت بيكمل لي البوست اوبراتيف بيريود. النقطه الثانيه اللوكال انستاتيك جل زي الليجنوكين، وده لطيف جدا وبيعمل ويل كنترول للبين. الباراسيتامول طبعا الباراسيتامول من الادويه الانالجيزكس اللي سيف في الاطفال من العمر اللي هو نيونيتس الى اكبر من كده. تمام، المهم جدا في الباراسيتامول انه طبعا هو بيتاخد اورال. تمام، في منه طبعا سبوزيتوريز. المهم جدا في الاي في انه الاي في مهم وخطر جدا جدا في الاطفال، انه يمشي ان العيان احيانا كتير جدا تقول للممرضه مثلا عايز ادي للطفل ده 10 سنتي من الايه من البرفلجان مثلا اللي هو الباراسيتامول، وتلاقي فجاه البتاع الازازه خلصت. فيري دينجرس فيري دينجرس ان هيباتو توكسيك في الاطفال. فمهم جدا ان انت لو قررت تعلق اي بارست يفضل ما تستخدمش الاي في الا اذا كنت انت شخصيا اللي هتمونيتور القصه دي، او ان انت تسحب ال 10 سنتي وتبدا تديهم له جراديولي. النون سترويدال الانتي انفلاماتوري دراجز اقل من سنه، يعني ايه في كلام عليه، يمكن بعد سنه ممكن يستخدم، وطبعا الافكاسي بتاعت النون سترويدال اكتر بكتير جدا من الباراسيتامول نتيجه الانتي انفلاماتوري اكشن بتاعها. والاوبيويدز لو اني وصلت لمرحله ان انا هحتاج ان انا ادي اوبيويدز، المفروض ان العيان ده بيبقى في الهوسبيتال. تمام، طيب المهم هنا دلوقتي ازاي اسس البين في البيدياتريكس طفل صغير. اول حاجه البيهيفيرال اسسمنت، ان الطفل بيعيط، انه عمال يحرك ايديه ورجليه وما بيرتاحش في اي وضع وما بينامش كويس، وطبعا اللي هيقول لك الحكايه دي اكتر الاب والام. تمام، الفايتال ساينز طبعا التاكي كارديا. تمام، دي من الحاجات المهمه اللي الطفل ممكن تبريزنت بيها انه في بين. والفيجوال ونيوميريكال بين سكيلز ده في الاطفال الاكبر شويه، اللي هو يقدر من الايه من الشكل مثلا، في حاجات اللي هي بيبقى كده، وفي حاجات بيبقى اجوني في اجوني شويه، وفي حاجات بيبقى سيفير بين
تمام، يبقى هو ممكن يقول لك مثلا انه ده تقدر منها تحدد السيفيريتي بتاعت البين، او نيوميريكال اللي هو بتقول له من 1 ل 10، فيقدر مثلا يقول لك انه ده 5، ده 3، ده 1، وهكذا. تمام، ده بالنسبة للكيس بتاعت السيركمسيجن. تمام، لو حد اي سؤال يا ريت يقوله لي ان شاء الله. طيب نيجي نتكلم دلوقتي على الكيس التانية بتاعة الانافيلاكسز. طبعا الانافيلاكسز في حاجات كده لازم اول ما ابدأ اتكلم عليها لازم اقول ايه، this is an emergency. تمام، طيب الانافيلاكسز اول حاجة هنتكلم على الباثوفيسيولوجي. في عندي حاجة اسمها انافيلاكتيك رياكشن وفي حاجة اسمها انافيلاكتويد. طيب الانافيلاكتيك رياكشن ده اميونوجلوبولين ايه ميدييتد، تمام، وبيحتاج ان انت الانسان يكون اتعرض ل الانتيجين، تمام، قبل كده علشان يكون له الاميونوجلوبولين ايه اللي هيبقى في انتظاره في المره القادمه. طيب الالرجين مع الاميونوجلوبولين ايه كومبلكس، الاثنين بيمسكوا في الماست سيل يعملوا لها دي جرانيوليشن يطلعوا منها الهيستامين والاذر كيميكال ميدييتورز، وهي دي بقى اللي بتسبب الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانافيلاكسس. طيب ايه الفرق بين الانافيلاكسس والانافيلاكتويد اللي هو شبه الانافيلاكسس؟ اول حاجه ان هو نوت اميون ميدييتد، يعني ايه؟ يعني الاميون جلوبولين ايه ليس له علاقه بالموضوع، وبالتالي لا يحتاج بريفيس اكسبوجر. انا كنت هنا محتاج بريفيس اكسبوجر علشان اكون الاميون جلوبولين ايه. طيب النقطة الأخيرة إنه إزاي بقى بيحصل الرياكشن ده، إن الألرجين شخصيا بيمسك في الماست سيل يعمل لها دي جرانيوليشن، والكلينيكال بيكتشر بتاعتهم فيري سيميلر. طيب التريجرز في ريجاردنج احنا بنتكلم في الفيلد اوف اناستيزيا، بنتكلم على النيورو ماسكولار بلوكينج ايجنتس، خصوصا مثلا احنا بنتكلم على حاجه زي الاتراكيوريوم مثلا، واللي يمكن في حاجه اللي هي هنتكلم عليها في الفارماكولوجي اللي هي الايزومرز. هنتكلم على انه الاتراكيوريوم مثلا ليه فورم تانية اسمها سيس اتراكيوريوم، اللي الهستامين ريليز افكت بتاعها اقل شويه. النقطة الثانية الانتيبيوتكس، ودي مهمة جدا جدا ان انا اسأل عن الهيستوري، هل العيان ده خد انتيبيوتكس قبل كده، هل حصل له اي رياكشن قبل كده او كده. الثايوبنتال طبعا عشان السلفر جروب، دي من الحاجات اللي بتعمل لي هيستامين ريليز. اللاتكس الرجي، ودي من ضمن الحاجات اللي بتزود الانسيدنس او الفيري كومن فيهم الناس اللي عندهم لاتكس الرجي، حاجة اسمها سباينا بيفيدا. الاطفال اللي عندهم سباينا بيفيدا لقوا ان الانسيدنس اوف لاتكس الرجي عندهم عالي، وطبعا اذا ثبت ان العيان عنده لاتكس الرجي المفروض ان احنا بيبقى في كل حاجه اسمها لاتكس فري اكويبمنت، كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها مع المريض بتبقى لاتكس فري. طبعا معلش بالنسبه برضو لللاتكس الرجي، الميديكال براكتيشنرز برضو من ضمن الناس اللي هم بيبقوا اكسبوزد كتير لللاتكس، وبالتالي ممكن يحصل لهم سنسيتيفيتي. البلازما اكسباندرز زي الدكسترينز والبوليستارش والجيلاتينز، يمكن الجيلاتينز اكترهم في القصه دي. تمام، طيب نيجي على النقطة اللي بعد كده اللي هي البرزنتيشن. طبعا البرزنتيشن نمرة واحد ان العيان يكون فيه هيستوري ان هو exposed لسuspected allergic agent. طبعا الهايبوتنشن نتيجة الريليز اوف هيستامين والميدياتورز اللي بتعمل لي فازو دايلاتيشن، السكين رياكشن والويلز والكلام ده، البرونكوسبازم واحدة من الحاجات الخطيرة جدا، وطبعا الكارديو فاسكولار كولابس مع الهايبوتنشن ده ممكن يكون سيفير اب تو انه يحصل كاردياك ارست. تمام، نتيجة الايه؟ الفازودايلاتيشن العنيف اللي حصل. طيب هاو تو مانج؟ طبعا اول حاجة لازم تفكر فيها دي emergency. يعني ايه emergency؟ نرجع تاني، emergency يعني life threatening condition. اول حاجة اوقف على طول الدواء اللي suspected ان هو، يعني مثلا عيان بياخد دم اوقفه، عيان بياخد محلول عليه antibiotic هوقفه. النقطة التانية call for help على طول. النقطة الثالثة الـ EBC approach، أول حاجة أتأكد إن الـ Airway سواء كان العيان intubated أو لأ، هل هو محتاج intubation ولا لأ، الـ breathing هدي للعيان oxygen 100% of oxygen. تمام، هتأكد من قصة البرونكوسبازم وكده. الكارديو فاسكولار طبعا هتأكد إن في بالس ولا لأ، ضغط العيان، الهارت ريت، الكلام ده كله. وإذا طبعا هركب وايت بور كانيولي عشان أستارت الريسسيتيشن نتيجة إن العيان ده بيبقى ريلاتيفلي هايبوفوليميك ديو تو فازو دايلاتيشن. تمام، طبعا الـ من ضمن الحاجات اللي هي ديفينيتيف تريتمنت اللي هو الأدرينالين. والأدرينالين بالنسبة للأنافيلاكتيك شوك بيسموه حاجة اسمها فيسيولوجيكال antagonist of histamine.
يعني ايه فيسيولوجيكال انتاجونست؟ يعني هو مش بيشتغل على نفس الريسبتورز اللي بيشتغل عليها الهستامين، انما هو بيريفرس الاكشن بتاع الهستامين، ان هو بيعمل فازو كونستريكشن. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده طبعا الفلويد ريساسيتيشن، عشان زي ما قلنا الريلاتيف هايبوفوليميا، الانتي هيستامينز والانتي هيستامينز دي بتنكلود الاتش 1 والاتش 2 بلوكرز اللي بيكبروا الافكت بتاع بعض. يعني الاتش 2 بلوكر صحيح هو ليه علاقه بالاسيديتي والكلام ده، الا انه بيزود الافكت بتاع الاتش 1. الستيرويدز هيدروكورتيزون 200 ملي جرامز اي في، ولازم نبقى عارفين طبعا الافكت بتاع الهيدروكورتيزون بيبقى ديليت شويه، اللي انا لازم ابدا الادمنستريشن بتاعه. البرونكو دايليتورز طبعا في حاله ان في برونكو سبازم، الصوديوم بايكارب طبعا في حاله انه السيفير هايبوتنشن ده عامل لي اسيتوزز وكده، يبقى انا ساعتها ممكن الجا ان انا استخدم الصوديوم بايكارب. ولو القصه دي طبعا في الاكستريم كيسز ممكن الجا ان انا ادي ادرينالين انفيوجن. النقطه المهمه هنا يا جماعه انه دي حاجه ليكوا بقى في الشغل، مكتوب طبعا كل الكتب كاتبه ايه الانافيلاكسيس من نص لواحد مللي جرام اي ام. تمام. طب نفترض ان العيان ده مركب كانيولا، هل من المنطقي ان انا ادي للعيان ادرينالين اي ام وهو شاقد؟ طب ما هو البرفيوجن بتاع المسلز افكتد، لو العيان مركب كانيولا لازم ياخد الادرينالين الاي في من 50 ل 100 مايك. طب القصه دي حضرها ازاي؟ امبول الادرينالين 1 مللي جرام اللي هو 1000 مايك، لو حضرته على 10 سنتي هيبقى 100 مايك في السنتي. تمام. يبقى انا ممكن ادي العيان ده من نص الى سنتي اي في until ايه until I have the response. تمام. لو طبعا العيان مش بيرسبوند او كل ما ضغطه بيمسك بيقع تاني، يبقى انا ساعتها ممكن ابدا الادرينالين انفيوجن. طيب بعد كده الفيرذر انفستيجيشنز هدفها ايه؟ الفيرذر انفستيجيشنز هدفها اولا ان انا اتاكد ان ده كان اللرجيك رياكشن مش حاجه تانيه، والنقطه التانيه ان انا اعرف ايه هو الاستيمولس اللي عمل هذا الرياكشن عشان افويد فيما بعد. الاميديت ان انا بسحب حاجه اسمها تريبتيز ليفل، وده واحد من الانزيمز اللي موجوده في الماست سيلز، وبسحب العينات من 1 ل 6 ل 24 ساعه وبشوف الليفل فيها. تمام. البيك بتاعها بيبقى خلال ساعه وبعد كده بيبدا يقل. الليت طبعا السكين بريك تيست، وبيتعمل من 4 الى 6 اسابيع بعد الرياكشن، ولو الويل زادت على 2 ملم بيعتبر التيست ده بوزيتيف. طيب في الاخر بقى اول حاجه لازم اشرح للعيان تماما ايه اللي حصل وايه الادويه اللي سسبكتد، وان احنا هنحتاج انك تيجي بعد كده علشان نشوف ايه الحاجه اللي عملت لك المشكله. لازم اسجل في النوتس بتاعتي، واخيرا بدي الحاجه اللي عين اسمها ميديك الرت براسلت، بحيث انه لو حصل مثلا العين اتعرض لاكسيدنت او اي حاجه يبقى معاه الكارت ده، بحيث ان هو لو ادمتد في الهوسبيتال وهو كوماتوز مش قادر يتكلم يبقى معاه الريبورت ده اللي بيقول انه الرجيك لي مثلا السيفتراكزون، الرجيك لي التايبنتال او وبالتالي نافويد ان احنا نستخدمه في المرض القادم. تمام. ده بالنسبه لي الانافيلاكسيس. لو حد ليه اي سؤال يا ريت يساله لي. طيب دلوقتي هنتكلم على الكيس بتاعت الانتي بارتم هيموريدج. طبعا الانتي بارتم هيموريدج برضو لازم نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا جدا جدا، انه البليدنج هو الامرجنسي رقم واحد في الطب. يعني اللون الاحمر ده هو ده اخطر حاجه في الطب، ودي نقطه مهمه جدا جدا. زي ما انا قلت لكم المعلومه دي قبل كده، لكن هرجع اكد عليها، انه في جمله لازم تبقى حافظها، انه البليدنج سوبيريور في المانجمنت على اي حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال عيان عنده مركب ارتفيشال هارت فالف مثلا وماشي على ماريفان، حلو، والعيان ده بعد كده جاله ابر جي اي بليدنج، لو انا وقفت الماريفان العيان ده هيحصل له ستاك فالف او ثرومبوزز على الفالف وممكن يموت، ولو انا كملت على الماريفان العيان هيموت من البليدنج. تمام. طيب مين المانجمنت، مين اللي هرجح كفته؟ البليدنج. يبقى القاعده الاساسيه بتقول لك ايه؟ انه لو في خلاف في المانجمنت ما بين البليدنج واي حاجه يبقى همانج البليدنج وات ايفر ايه الكونسيكونسز اللي هتحصل. ليه؟ لانه البليدنج ده هو ده اللي هيموت العيان، هو ده اخطر حاجه ممكن تموت العيان. تمام.
اي حاجه تانية دي ممكن نمانج، لو حصل ستاك فالف ممكن ابقى ادخله بعد كده يعمل حاجه قسطره، يعمل سيرجري ايا كان. لكن البليد ما ينفعش عيان يموت من البليدنج علشان انت بتحاول تحافظ على حاجه تانية. تمام. طيب نيجي على الانتي بارتم هيمورج. انتي بارتم هيمورج از ان امرجنسي. ايه اسباب الانتي بارتم هيمورج؟ طبعا البلاسينتا بريفيا. البلاسينتا بريفيا ليه بتعمل انتي بورتم هيموريدج؟ لان البلاسينتا بتبقى فوق السيرفيكال اوس، وبالتالي لو حصل اي سيباريشن بيحصل ماسف بليدنج. تمام. النقطه الثانيه انه اللور سيجمنت بتاعه اليوترس دي الكونتراكشن بتاعها قليل، والكونتراكشن ده واحد من الحاجات المهمه عشان الكنترول اوف بليدنج، لانها بتقفل الفيسلز. فبالتالي في البلاسينتا بريفيا الكونتراكشن بتاع اللور سيجمنت ده بيبقى افكتد، وبالتالي البليدنج بيبقى عنيف. البلاسنتال ابروبشن انه جزء من البلاسنتا يفصل عن الاندوميتريوم، وبالتالي يحصل هيماتوما، او يحصل. وعلى فكره الهيماتوما دي برضو يعني انت مثلا عندك البلاسنتا ماسكه كده، وعندي هنا ادي الاندوميتريوم والجزء ده فصل، بيعمل هيماتوما هنا. الهيماتوما دي مشكلتها في ايه؟ يعني افرض ما عندكش حتى بليدنج، الهيماتوما دي مشكلتها ان هي بتعمل سيكوستريشن للبليتلتس والكواجيليشن فاكتورز، فبتخلي العينه دي كواجيولوباثيك. تمام. دي نقطة. النقطة التانية انه ممكن يحصل بليدنج. تمام. ده غير بقى انه كمان ممكن يأثر على الفيتال بلاد سبلاي، لان جزء طبعا على حسب السيفيريتي بتاعة الابربشن ده. اليوتراين رابتشر طبعا انه اثناء الكونتراكشنز او بتاع الليبر، يعني تلاقي فجأة انه بطن العيانة بدأت ايه، خلاص الكونتراكشن ما عادش فيه كونتراكشنز، بطن العجانة كبرت، ممكن تحس الفيتال يعني هاد والبون والكلام ده بالبالبيشن على الابدومن، وطبعا السونار والسي تي هما الدياجنوستيك في القصة دي. السيرفايكال والفاجينال تيرز طبعا في حالة ان هي بدأت تولد او كده وحصل تير، ممكن يعمل لي ماسف بليدنج. الاتوني طبعا من ضمن الحاجات، ودي بس خلي بالك هنا هو كاتب الانتي بارتم هيموريدج. طب الاتوني ده احنا بنتكلم على اكتر بوست بارتم هيموريدج. الكواجيلوباثي طبعا تؤدي الى هذه المشكله. طيب البرزنتيشن بتاع الانتي بارتم هيموريدج، عينه هيموراجيك شوك، لكن العينه دي مختلفه عن اي عينه هيموراجيك شوك ان هي بريجننت. تمام. يبقى المانجمنت بتاعي هيبقى مانجمنت اوف هيموراجيك شوك اند management of obstetric emergency. تمام. العينه دي هتبقى confused و anxious و sweaty و pallor، وعندها pallor hypotensive و tachycardia. ممكن الاقي العينه في bleeding hysteria من تحت او لا، او ان هي تكون مثلا عامله hemoglobin و hemoglobin واطي. طبعا delayed capillary refill و الاوليجوريا، كل دي signs of shock. تمام. طيب ازاي مانج حالة الانتي بارتم هيموريدج؟ نمرة واحد call for anesthetic and obstetric help، ودي نقطة مهمة جدا علشان ال definitive management is surgical، وبالتالي يبقى انا نمرة واحد اول ما اشوف العينة دي لازم افكر على طول في دكتور النساء. النقطة التانية الاي بي سي ابروتش، ان انا همانج الاير واي لو العينة عندها مشكلة في الاير واي، دي عينة شوك دي ممكن تكون arrested او بتاع. لو الاير واي في مشكلة unresponsive هعمل intubation. البريدنج هدي 100% of oxygen وصوف الساتوريشن والكلام ده، ولو احتاجت اعمل لها mechanical ventilation. السيركوليشن هشوف البلس وهبدأ احط وايت بور كانيولي وابدأ resuscitation واسحب cross matching واحجز او نيجاتيف بلود وبلود من فصيله العينه وفريش فروزن بلازما وبليتلتس والكلام ده كله. تمام. الكروس ماتشنج زي ما قلنا. طبعا ممكن احط السنترال لاين انفيزيف، اسطره بول، تمبريتشر، كل الحاجات دي هتساعدني في ان انا اولا ان انا اريسسيتيت، ان انا اريجين البرفيوجن. يعني سنترال لاين مثلا ممكن اعمل ريسسيتيشن، ممكن احط الفازوبريسور والانوتروبس. وفي معلومه مهمه جدا يا جماعه انه الفازوبريسور ممكن يمشي من 1 تو 2 اورز على البريفيرال كانيولا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عينه جايه لي شوكد جدا وانا بدات الريسستيشن من البريفيرال كانيولي وستيل العينه هايبوتنسيف، يبقى انا امشي الفازوبريسور النور ادرينالين على البريفيرال كانيولا فور 1 تو 2 اورز بس، لحد ما اظبط الايه، ابدا احط اللاين اب بتاعتي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بقى المهمه جدا جدا جدا، انه وانت بتعلى الضغط لازم الضغط بتاعك السيستوليك بلاد بريشر ما يعلاش عن 90 مليمترز مركوري. ليه؟ لان العينه دي بليدنج بيشنت، وبالتالي انا مش عايز ازود الضغط عشان ما ازودش البليدنج. يبقى انا هحسن البرفيوجن لكن وذ ليميتس، ان انا اخلي السيستوليك بريشر اقل من 90.
طيب المانجمنت طبعا افتر ستابلايزيشن، انا خلاص عملت ستابلايزيشن الهيمودينامكس والكلام ده، هبدا ان انا اول حاجه هانديوس الانستيزيا. اثناء الانستيزيا بسحب الهيموجلوبين والارتيريا بلاد جاز علشان اشوف الاسيدوزس واصلحها، واللاكتيت والالكترولايتس والكواجليشن ستاديز علشان اصلحها. بالمناسبه يا جماعه برضو حاجه مهمه، انت دلوقتي احنا كنا بنقول على في حاجه اسمها الترانسفيوجن ريشيو، ان انت بتدي 1 يونت اوف باكد ار بي سيز ل 1 يونت اوف بلازما ل 1 يونت اوف بليتلتس، يعني الكلام ده كله بتتكلم عليه في الايه، في الحاجات اللي هي يمكن بيسموها دامج كنترول. يعني انت مثلا ما عندكش الوسائل ان انت تاسس بيها الهيموجلوبين، ما عندكش الوسائل ان انت تاسس بيها الكواجليشن فاكتورز او الكلام ده كله، لكن لو انت في عمليات وفي مستشفى ما تقولش مثلا عيان هينزف 1500 سم هبدا اديله بليدنج بلاد. طبعا المهم هنا مش بس الكوانتيتي، الريت اوف بليدنج، يعني ممكن العيان مثلا بينزف بسرعة جدا مثلا، ومثلا فقد يعني اللي انا شايفه مثلا 500 مللي في الشفاط، بس في ايفيدنس ان في ارتري او فاتح، فانا هنا مش هستنى العيان يتصفى عشان ابدا الترانسفيوجن. ممكن العيان مثلا يكون فقد 1500 بس، يعني ايه شوية بشوية بشوية وفي كنترول والدنيا كويسة، فانا ساعتها ممكن اديلي. لو انا عندي الاكسس ان انا اعمل هيموجلوبين هعمل هيموجلوبين بحيث ان انا اخلي الهيموجلوبين بتاع العيان. طبعا الترانسفيوجن بوينت في حاله العيان اللي في هيموستاتيك ستيت ممكن لحد 7 جرام من الهيموجلوبين ما عملش ترانسفيوجن، لكن لو العيان بينزف، ودي نقطه مهمه جدا، يعني ما ينفعش ان انت مثلا تعمل هيموجلوبين تلاقي الهيموجلوبين 8 والعيان بينزف عنده اوزنج واتوني ومش عارف ايه وبتاع ومديش دم، لا لازم تخلي الهيموجلوبين من 9 ل 10. ليه؟ علشان يبقى فيه ريزيرف، بحيث ان العيان لو نزفت يبقى فيه ريزيرف، مش 8 تبقى 5 تبقى 3. تمام، دي نقطة برضو مهمة جدا. النقطة التانية بالنسبة للاي ان ار والبي تي والبي سي والكلام ده، لو انت برضو ستارتد الترانسفيوجن يبقى انت تعمل الكواجليشن ستاديز وتشوف هل العيان ده محتاج ترانسفيوجن للبليتلتس، محتاج ترانسفيوجن للكواجليشن فاكتورز ولا لا. خلاص طبعا النورموثيرميا مهم جدا، يعني حتى هو يقول لك ان في حاجه اسمها ليثال تراياد. الليثال تراياد ده اللي هو الاسيدوزز والهايبوثيرميا والكواجيلوباثي، ده في التروما يعني، او تروما او اي امرجنس بيسموه الليثال تراياد. فانت هنا مهم ان انت تصلح الاسيدوزز، مهم تصلح الكواجيلوباثي، مهم ان انت تحافظ على النورموثيرميا. الهيموستاتكس طبعا سواء كانت طبعا الادويه اساسا الهيموستاتكس زي الكابرون مثلا، الكابرون ده من اكتر الحاجات اللي هو ترانكزاميك اسيد، ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي بتدي 15 مللي جرام بالكيلو جرام، وبعد كده بتانفيوز بتكمل الانفيوجن على 6 ساعات. تمام، ده من ضمن الحاجات الفيري افكتيف ان هي تقلل البليدنج. طيب ايه الحاجات اللي اقدر بيها؟ زي ما قلنا ان الديفينيتيف مانجمنت هو السيرجيكال كنترول. ازاي اقلل؟ اول حاجه ان انا افتح بطن العينه واعمل باي مانوال يوتراين كومبريشن، دي نمره واحد. النقطه الثانيه ان انا اقفل او اضغط على الانترنال ايليكس او اليوتراين ارتريز. الكومبريشن اوف اورتا ده في الاكستريم كيسز لو انا مش قادر خالص، طيب خلاص فيلد كل حاجه يبقى هيستريكتومي، يبقى مصلحه الام اهم. النقطه الثانيه اللي هي راديولوجيكال، ان انا اعمل انترنال ايلياك ارتري اللي هو بيسبلاي اليوترس، سواء ان انا اعمل له امبولايزيشن او ان انا اعمل بالون اوكلوجن اندوفاسكولارلي علشان اقلل البليدنج. النقطه الثالثه اللي هي الميديكال زي ما قلنا الهيموستاتكس والايكابوليكس برضو اللي هي بتساعد اليوتران كونتراكشن، زي ما قلنا اليوتران كونتراكشن لما بيحصل كونتراكشن بيقفل الفيسلز اللي موجوده في الوول. الايكابوليكس زي الاوكسيتوسن وزي الكاربوبروست اللي هو بروستاجلاندنز وزي الميثارجين وزي مثلا حاجة اسمها هيمابيت، كل الحاجات دي برضو تعتبر ايكوبوليكس او اللي هي بتعمل يوتراين كونتراكشن. واخيرا الهيماتولوجيكال، ان انا اصلح الكواجيلوباثي لان ده هيزود البليدنج، والاكتيفيتد فاكتور 7، وده كان الكلام عليه كان في الاول على التروما. تمام، ودي على فكرة بالمناسبة يعني اسرائيل هي اللي اكتشفت هذا الدواء يعني. تمام، هما طبعا كانوا بيتكلموا عليه في التروما والكلام ده. مشكلة الفاكتور 7 الاكتيفيتد فاكتور 7 نمرة واحد ان هو غالي جدا، فيري اكسبنسيف. تمام، النقطة التانية انه ممكن يرجح الكفة بقى الناحية التانية ان هو يبدأ يعمل ايه، ان هو يعمل ثرومبوزز. فانا بستخدمه امتى؟ بستخدمه بقى في الاكستريم كيسز طبعا في الحالات دي.
انا بس اخر كلمه عايز اقولها في الانتي بارتم هيموريدج، انه يمكن من الاخطر الحاجات اللي بتواجه العيانين دول هي الدي اي سي، ودي نقطه فيتال كومبليكيشن. والنقطه الثانيه اللي هي الريفرسبل شوك. يعني ايه الريفرسبل شوك؟ يعني العيان لما بيبقى هيموراجيك شوك، عنده هيموراجيك شوك وبرولونجد وداوت ريساسيتيشن، بيحصل حاجه اسمها سفنكتر كابيلاري سفنكتر فيلير. الكابيلاريز دي طبعا كاباسيتنت فيسلز، وهي المفروض ان هي نورمالي مقفوله كلوزد. لو حصل انه نتيجه الاسكيميا الكابيلاريز دي كلها بتفتح وما بتقفلش تاني، علشان كده العيان بيخش في ايرر. تبقى صلحت له الهيموجلوبين وعملت كل حاجه وعملت سيرجيكال كنترول والعيان شوك دول بتاع. طبعا هنا في عيانين من دول بيتحسنوا على حسب هو في انهي مرحله، وفي عيانين تانيين انا شفت عيانين مثلا لا، ممكن العينه يعني تبقى لوست بسبب القصه دي يعني. بس ده بالنسبه للانتي بارتم هيموريدج. لو حد ليه اي سؤال، انا خلصت المحاضرات بتاعت النهارده ان شاء الله. لو حد ليه اي سؤال اتفضل يسأله لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.